دكتور محمد سعودي وكيل نقابة سيادة مصر. أهم مطالب النقابة دلوقتي إن إحنا عاوزين أب شرعي للمهنة، محتاجين حد يتبنى قضايا الصيادلة، محتاجين حد يلم الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات التي تقدر بألوف الجنيهات ويرجعها للشركات، والقانون وسلطة الوزيرة تسمح لها بهذا بإصدار قرار بالبلدي كده البايرة لبيت ابوها. الصيدلي مش ذنبه انه يستحمل ادويه منتهيه، المفروض الشركات كانت تقنع الدكاتره بوصفها، فهو مش مسؤول عن فشل الشركات في تسويق منتجاتها نهائيا. يعني جايين نتكلم عن كادر طبي عادل، عن ضم كل القطاعات الصحيه اللي موجوده وفيها صيادله الى قانون الحوافز او قانون الكادر. جايين نتكلم على حق العوده للتكليف، في زمايل لينا تركوا التكليف في الحكومه قصرا واحتراما للقانون، وهم عايزين يرجعوا تاني برضو احتراما للقانون. احنا بنعمل اضراب جزئي في المستشفيات، معناها ان احنا بنستبعد كل اي حاجة فيها صفة الطارئ، يعني سواء عمليات او اسعاف او طوارئ او غسيل كلوي او حضانات اطفال، كل الحاجات دي مسؤولين عن امداد الدواء بليها، لكن غير كده مش هنقدم اي خدمة زي ما حصل في الاضراب اللي فات. في القطاع الخاص هيحصل اغلاق تام للصيدليات صباحا ومساء في سبيل تحقيق الامان والامن للمواطن المصري بضمان دواء سليم في كل صيدليات مصر. اذا لم يتم الاستجابه في خطوات تصعيديه تانية بقى جايه، سواء في استقالات جماعيه او سواء بدل ما كنا بنغلق يوم هنغلق يومين وثلاثه واربعه. الصيادله نفسهم طويل واصحاب قضيه، ومش هنمل ولا نكل من ده.